في إنجاز يضاف إلى الساحة البحرينية، كرم مهرجان الموسيقى العربي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية اللواء الدكتور مبارك نجم الذي تميز بالموروثات الفنية والشعبية وبرز في مجال الموسيقى العسكرية، وتم منحه أوسكار المهرجان ضمن أبرز الشخصيات التي ساهمت فعلا في إثراء الحياة الفنية في العالم العربي لعام 2016. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. ضمن 16 شخصية، الأوبرا المصرية تكرم الدكتور البحريني مبارك نجم لإسهاماته الثرية الفنية في العالم العربي. ليس بالغريب على الموسيقار البحريني الذي تلألأ بفنه في سماء العالم العربي نيل هذا الأوسكار، كيف لا وهو الذي لمع بريقه من خلال ألحانه الأنيقة وأعماله الفنية القيمة. تم ترشيحي لحصول هذا التكريم بناء على مسيرتي الطويلة في الموسيقى ونشر الموسيقى بتأسيس محل البحرين للموسيقى. تكريم متواصل لقائد عرف الفن فأتقنه، بل وتميز في جوانب مختلفة فيه حتى وصل إبداعه في مجال الموسيقى العسكرية. وسام البحرين من الدرجة الأولى منحني سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، طبعا هذا أيضا وسام أعتز به جدا، ومن أفضل الأوسمة ومن أكبر الأوسمة وأكثرها تقدير بالنسبة لي. لحظات خلدتها هذه القامة الفنية بتاريخها العريق، ففي كل بيت بحريني ذكريات عاشها أهلها مع أعماله الفنية، لا سيما تلك التراثية والشعبية. وتناولنا كثير من الموسيقات والإيقاعات والفنون الشعبية مثل بيت العود وفرجان الأول وحزاوي الدار. أريج هذه الذكريات لم تفارق قلوب الناس، فكان لها صداها الذي كلما ذكروها حنوا إلى ما تحمله في عطر أيامها. والناس يعني تهيأ لي متعطشة لمثل هذه الأعمال وأن هي تسمعها ولا زالت تسمعها، لأنها كانت تمس قلوبهم وتمس وجدانهم، فلذلك تركت أثر كبير وعاشت من تلك الفترة لغاية الآن ولا زالوا يكررونها، وتركت بصمة كبيرة حقيقة في وجدان الشعب البحريني. أجيال متتابعة تتعقب هذا الفن لكي تستلهم شذاها خلال أعمالهم. عندما تلامس أصالة الماضي الحاضر المعاصر، يمتزج الفن بتراث ذي عبق جميل مع إبداع جديد ومتألق، مما يوجد لنا فنا راقيا ذا رونق وتميز. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.